هذا وائل، هذا اكيد وائل. قولوا لي شو عمل، شو عمل، شو ساوي؟ فوتي على الحمام. خلي تخبي، روحي تخبي تخبي. روحي انت افتحي. يلا انا رح افتح. استني استني، يلا هلا روحي. انت اجيتي؟ يا عيب الشوم عليكي. أنا سألت كل الناس اللي تحت وسألت كل المحلات، قالوا لي ما في حادث اليوم. أنا بدي أفهم، بدكم جننوني؟ بدكم تجيبوا لي الجلطة أنتو؟ بدي أعرف نور وينها. أصلاً نور مو اليوم اندعست. شو؟ مو اليوم؟ ولك أنا مبارح حاكي معها على التليفون وما كان فيها شيء؟ إيه طبعاً ما فيها شيء، لأنه وقت اللي اندعست كانت صغيرة. هي أصلاً قالت لي، حكت لي إنه لما كانت صغيرة اندعست بالسيارة و... ولك أنت عم تضحكي علي؟ حبيبي ليش معصب وصوتك طالع؟ نور؟ نور وين كنتي لهلا؟ أنا هلا بدي أعرف وين كنتي ومع مين وشو اسمه اللي كنتي قاعدة معه، هلا بدي أعرف الحقيقة نور. ليك وإذا بتقولي لي أنا بوعدك إني سامحك، بتعرفي قديش أنا مخي كبير وديمقراطي، بس أهم شيء عندي، أهم شيء هي الصراحة. وين كنتي قاعدة أنت وياه؟ آه؟ بالحمام. بالحمام؟ ايه حبيبي انا كنت بالحمام. شو صار يعني؟ لك 3 ساعات قاعده بالحمام بدك يعني صدق هالكذبه؟ وليش جنابهم ما قالوا لي انك بالحمام؟ مع اساس كنت عند الست هزار؟ ايه نونو انت كنت عندي الصبح. شو شو بكي؟ ايه مزبوط انا كنت عند هزار. وما رحتي لعند سميحه على الكليه تودي لها الدفتر تبع المحاضرات؟ لعند سميحه؟ احرق حريشك يا وائل، نسيتني. ايه حبيبي صحيح كنت بدي روح لعند سميحه ودي لها دفتر المحاضرات، قام اتصلت فيني وقالت لي مش الحال لقيته. ايه مزبوط انا لقيت دفتر المحاضرات، مشان هيك قلت لها نور لا تجي. اما طفيت موبايلي وقلت حقك يا بنت تعملي هيك دوش تسترخي فيه، بتعرف حبيبي انا كثير بحب دلل حالي. قام عبيت لك يا وائل هالبانيو وعبيته كله صابون، فقاعات فقاعات فقاعات، بتعرفني قديش بحب الصابون. حزير شو صار؟ غفيت، نمت عن جد نمت. يعني أنا معقول صلي نايمة 3 ساعات؟ أنت صار لك هون 3 ساعات؟ يحرق حريشك يا نور، يحرق حريشك أنت، ونحن كل البال لأنه أنت عم تسمعها. وليش قلتي لي إنها راح تتغدى هي ولبنى؟ لأنه أنا كثير تلبكت وما عرفت شو بدي أقول لك، كنت مفكرة إنه ميديا عم تتغدى مع لبنى، بس لما شفتك كثير معصب قلت بجوز نور عم تتغدى مع لبنى. وائل؟ يعني انت شكك صاير هيك لا يطاق بصراحة، وانا بدي لاقي حل لهالموضوع. طيب انا اسف حبيبتي، يعني والله انا بحبك وبثق فيكي وانا ما عم شك فيكي، بس والله خفت، يعني خفت عليكي. بس ما تواخذوني يا صبايا، يمكن عصبت لي شوي، بس بتعرفوا ضغط الشغل وتعب، حقكم علي. اي بسيطة بسيطة، كبروها بتكبر زغروها بتصغار. خلص نور ما انا مستاهل القصة، لفلفولنا اياها تصالحوا يلا. شو نسيان يا بلول؟ نسيان ان انت اخونا الصغير؟ بس كرمال الصبايا. ايه وانتي ميديا شو بكي ليه زعلانه؟ من وقت اللي جيتي انتي مانك معنا، مانك على بعضك، صاير معك شيء؟ ما في شيء ما في شيء. حبيبتي ميديا احكي، ليك هون ما اخذتي الدور. انا بحكي لكم، من وقت ما فاتت ساوت المقابله لهلا قولي لا من تمه ولا من تمه، مثل ما نكون شايفين. خلص ما في شيء، ببساطه ما صار اي اتفاق. يبعت لك حمى يا نونو. ليش ما قلتي لي انك متصوره مع قصي خولي تضربي انت ولبنى لك بموت علي لك قصي انا؟ يا الله يبعت لك حمى. شو بدك بالكيس؟ شو انخاص؟ هاتي بدي اشوف هذا. لك اتركه. هاتي يا ابو. متصوره مع قصي خولي يا نور؟ نور شو هاد؟ شو هاد؟ أنا عم بسألك شو هاد؟ حلوة ما؟ حبيبي هي صورة تطبيق كمبيوتر؟ لك شو شايفتيني حمار لحتى عم تقلي لي تطبيق كمبيوتر؟ عم بقول لك تطبيق كمبيوتر. بعدين شو هاد؟ خلص حأحكي لك. خلص خلص لا تعصب لا تطلع فيني هيك حبيبي. ما بعرف هي لبنى الغليظة، يعني بس شافته هيك انبرعت فيه، بحياتها مو شايفة ممثل، وطلبت انه تتصور معه فانا هيك تصورت. بس تصدق ما طلعت معه بالسيارة، قصدي يعني طلعت معه بس. طلعتوا معه بالسيارة كمان؟ طلعتي معه نور بالسيارة؟ اي حبيبي بس ما عاد جنبه، عاد ورا. قلت له حبيبي خطيبي وائل بغار علي كثير،
قلت له اني مخطوبه، يعني حكيت له وشرحت له. انا هلا بدي افهم شو صار في بينك وبين قصي خولي. لك عم تطلعي بسياره قصي يا نور؟ وعي لا تصرخ. لا بدي صرخ. بقول لك لا تصرخ. لا بدي صرخ. اخذت رقم تليفونه ما مسحي لشوف. مسحي هلا رقم تليفونه. ما معي رقم تليفونه نور. عم اقول لك هلا مسحي رقم تليفونه. عم اقول لك ما معي رقم تليفونه. لك عم تكذبي علي يا نور، عم تكذبي على وائل. حاجه شك بقى العمى. هلا احكي لي شو صار بينك وبينه. ما صار شو عملتوا بالسياره؟ طيب وائل لا